من يصير التغيير وهذا التغيير إيجابي ينعكس عن المنطقة وعن المحافظة وعن كل العراق. لكن للأسف دائما الصغيرين والصغراء ينظرون إلى تقزيم القضية فيتمتعون بالآليات مع الحكومة والتبليط والمحولة. لا تقزموا قضيتكم أهل ديالة سنة وشيعة. ديالة أكبر من التبليط، ديالة أكبر من المحولة، ديالة أكبر من أن يضحك عليها كم مرشح فاشل يمتلك من بعض الأموال ولا يمتلك لديه قضية. قضية ديالة قضية وطنية، قضية ديالة قضية وطن وبناء وطن. العملية السياسية يجب أن تتغير في ديالة، لأن إذا نتكلم عن التبليط ونتكلم عن المحولات والمدارس والمستشفيات ترى كلها الموجودة اليوم في جرف الصخر، لكن أساس جرف الصخر وعدم إرجاع أهلها وناسها هي العملية السياسية اللي تمنعها أكثر من 100,000 نسمة، وكثيرا من قراكم اللي موجودة في ديالة نتيجة السياسة الخاطئة مدى يرجعون أهلنا وشبابنا وناسنا. فحقيقة كنا ولا نزال نعمل في عزم على القضايا المهمة، وخاصة أحد القضايا هي التوازن الوطني. وتعرفون كثير من أبنائنا حرموا من التعيينات، بل وحرموا من الدخول للأجهزة الأمنية كأمن وطني ومخابرات لأسباب كثيرة